الاشتغال ديالي يعني نيت في الموسم البوية الغليمي، يعني عنده امتداد تاريخي لانه تقريبا هو المكان القديم ديالو اللي كان حدا السوق. عشت الطفوله ديالي كامله وانا تنشوف داك المنظر ديال القبائل ديال الشاويه ملي تيتجمعوا، وحتى داك التحول يعني ملي كيكون داك البدوي ولكن لما مولي تيلبس اللبسه ديالو وكيركب على الخيل كتبان لك هذيك الشخصيه الفريده اللي كتعطي واحد الهيبه ما تتخيلش على البال. يعني هذه الصوره بقات حاضره في العين ديالي الى درت حتى المستوى الوقت اللي جا وخديت واحد التجربه في الجانب الفني وهاد المسائل. يعني كان عليا انني خصني نقترح مثلا على الموسم ديال بوير الغليمي انه الحفل ديال الافتتاح في بعض المرات يكون عنده واحد الطابع تاريخي. هادشي علاش الحفل ديال الامس اللي كانت الانطلاقه ديالو رسميه بحضور العديد من الشخصيات، يعني اشتغلت على واحد التيما اللي سميت انا هل الشاويه. علاش هل الشاويه؟ لانه رجعت بالتاريخ لمدينه سطات للمعارك الاولى ملي كنقولوا حنا ملي استعمرت وجده، ملي السفينه غاليلي جات للشط ديال الدار البيضاء وقع داك المشاكل. ولكن الخط اللي كانوا تيقلبوا عليه المستعمرين هما انهم الوصول لقلب الشاويه باعتبار انه كانت هي امراض السلطان كي تنسميوها تاريخيا، وقدرت انه نحاول نسترجع او نعطي الحياه لمجموعه من الشخصيات اللي يعني ابلوا البلاء الحسن من ناحيه الجهاد والمقاومه. هنا نقدر نذكر من بين المسائل اللي ذكرتها في حفل الافتتاح هي المعاناه اللي عانها الجنرال داماد، لانه هو اللي كان كلفوا اليوطي باش انه من بعد ما يدخل البرشيد انه خصو يدخل الشاويه. يعني حاولت انه نسرد في طريقه فنيه العديد من معارك سطات اللي طراو في ديك الوقيته، معركه سطات الاولى، الثانيه، عين مكون، دار القصيبات. يعني هاد المعارك اللي كان كيضطر فيها الجنرال داماد انه يرجع يعني بالجرحى بالقتلى بزاف الحوايج. اذا في هذا الباب يعني كان التفكير انه عندنا فرجه، عندنا العره، عندنا الخيل، عندنا بزاف المسائل، ولكن خصو يعرفوا الامتداد التاريخي ديال الاجداد ديال هذه المنطقه ديال الشاويه والجهاد اللي صراحه يعني دونته الرساله ديال المولاي حفيظ اللي صيفطها الرجال ديال الشاويه، دونته المحله الحفيظيه اللي صيفطها مولاي حفيظ بالقياده ديال عمر السكتاني والنيت اللي كانوا عسكروا هنايا قبل ما تكون اخر المعارك اللي طراو في خفاخه في المذاكره، معارك اللي اصلا اضطروا الفرنساويين لاول مره يستعملوا المنطاد غير باش يضبطوا التحركات ديال الخيل. علاش؟ لانه كانوا كيحسوا بانهم رغم الدراسه ديالهم في كبار اكبر المدارس العسكريه في فرنسا، ولكن الناس ديال الشاويه والقبائل اللي جاوا داروا معاهم ليد في هذيك الحركه يعني كانوا كيحاربوا بعفويه، الاصاله يعني في الدم. يعني كان الادميرال فيليبير يعني كان هو تحدث على الوصف الدقيق ديال الفرسان ديال الشاويه اللي كان تيقول بانهم كانوا اكثر حنكه وكانوا كيقدروا يستطيعوا يدخلوا حتى المعسكر ديالهم. يعني انطلاقا من مجموعه ديال الاحداث اللي تنقول بانه راه السطات مازال ما خدتش حقها في هذا الجانب، حاولت ناخذ غير واحد المقتطف بسيط من التاريخ ديالها ونعرضه بطريقه احتفاليه، بطريقه اللي تعودت عن طريق الثنائي اللي كان معروف عندنا في السطات ولكن بممثلين ديال المدينه او الله يرحم قشبال الله يرحم زروال. ولكن قدرنا ناخذ واحد جوج شخصيات اللي هو سعيد وسعيد ودوباج باش حاولت انه نرجع لهم الحياه ديال هاد جوج ديال الفنانه الكبار اللي كانوا تيعاودوا لنا القصه غير بالوتار والبندير. وقدرنا غير بهاد جوج ثنائي عاودنا الاستوار ديال مدينه سطات في 17 دقيقه.